بيكم وحلقه جديده من برنامج عين. عندنا النهارده اخبار فنيه كتيره جدا وكمان لقاءات مع كل النجوم اللي انتم بتحبوهم واللي هنعرف منهم ايه اخر اخبارهم وحكاياتهم. كل ده اكسكلوسيف وبس لبرنامج عين. واهم عناوين حلقه النهارده: الهضبه في اليونان، لقاء خاص مع شارموفرز، نهايه ولاد رزق، كواليس مهرجان مصر دوت بكره، حكايات اياد وداليا، لقاء خاص مع المطربه التونسيه روضه عبد الله، مفاجاه حلمي. اول خبر معنا في حلقتنا النهارده عن الهضبه عمرو دياب اللي مشغول جدا الايام دي بالالبوم الجديد، لكن مش دي اخر اخبارنا عنه. هو كمان هيكون عنده حفله كبيره جدا الشهر الجاي وبالتحديد يوم 25 في جزيره ماكنوس في اليونان. نجوم فيلم ولاد رزق 2 فاضل لهم حوالي اسبوع ويخلصوا تصوير الفيلم اللي طبعا هينزل في عيد الاضحى المبارك. اياد نصار وداليا مصطفى بيستعدوا لتصوير مسلسل حكايات الشانزليزيه اللي من انتاج شركه سانر. خيال مآتة ده احدث فيلم للسوبر ستار احمد حلمي اللي بيستعد للتصوير، واللي عرفناه ان هو طالع في شخصيه مهندس ديكور، ودي مش اول مره احمد حلمي بيعمل الدور ده، هو عمله قبل كده، لكن الفيلم ده هيكون فيلم مختلف. واللي عرفناه كمان اللي هيشاركوا في البطوله منى شلبي وخالد الصاوي والنجم الكبير لطفي لبيب. كاميرا عين كانت موجوده في دار الاوبرا المصريه لحضور حفل النجمه التونسيه روضه عبد الله، ودي اول حفله ليها في مصر. تعالوا مع بعض نشوف اول لقاء ليها على شاشه تلفزيون الحياه وكمان نشوف جزء من الحفله. اكيد فرحت برشا، فرحت من قلبي اني جيت لمصر، واني من اول ما جت الدعوه يعني احنا كنا فرحانين برشا، كل المجموعه كنا متشوقين للقاء الجمهور التونسي والجمهور المصري. واكيد يعني دار الاوبرا المصريه عندها رمزيه كبيره جدا عند الفنانين، عند كل الفنانين يعني، واحنا فرصه كبيره لينا انه نكونوا موجودين في مصر وانه نعرفوا بموسيقى وخاصة في دار الأوبرا المصرية. معناها احنا حابين نقدموا لهم أغانينا يعني اللي الخاصة بنا، أغاني المجموعة، لكن في نفس الوقت لبينا رغبة الجمهور التونسي وغنينا للأغاني التونسية، غنينا لصادق ثريا وغنينا لهدي جويني. حبينا نكونوا أكثر مع الجالية التونسية، نقدموا لهم أغاني متشوقين لها، كانوا يعني عندهم مدة ما سمعوهاش بحكم الغربة، وفي نفس الوقت قدمنا أغنية ألف ليلة وليلة إهداء للجمهور المصري يعني. وبطبيعة أم كلثوم عنا احنا ترمز الكثير، فحبينا تكون الأغنية من أغاني أم كلثوم. إن شاء الله هذه البداية، احنا بطبيعة نحب نكونوا موجودين يعني على في عديد من الأماكن يعني في مصر، نحب نعرفوا بموسيقتنا للجمهور المصري، تقعد ديما الكلمة التونسية والنغمة التونسية وصلت للجمهور المصري ببعض الأغاني، لكن احنا زادة نحمل نفس الرسالة انه نعرفوا بثقافتنا وبموسيقتنا للجمهور المصري. هذه البداية، وان شاء الله يعني تجي دعوات اخرى ان شاء الله. مصر من قبل نحب نجيها، ما صادفش حتى جيتها زيارة، لكن من قبل توصلني ثقافتها من المسلسلات ومن السينما المصرية والموسيقى الشرقية يعني المدارس الموسيقية بصفة الفنية بصفة عامة. لكن أول ما نزلت للنيل حسيت إحساس مزيان برشا، وأكثر مكان من أكثر مكان الأماكن اللي عجبتني هما البرج. لما طلعت البرج وشفت مصر من الفوق والأضواء اللي مالية الدنيا والمساحة الكبيرة والنيل اللي يشقها، يعني تمنيت أنه موسيقانا توصل للناس، لكل هذم الناس. أنا نحب نقول أنا فرحانة برشا برشا أني كنت موجودة اليوم على مسرح دار الأوبرا، وإن شاء الله نكون موجودين في عروض أخرى، في تجارب فنية أخرى في مصر، وإن شاء الله تكون عجبتهم موسيقتنا، والجمهور اللي يتفرج فينا يكون يتفاعل مع موسيقتنا، وإن شاء الله إلى لقاءات أخرى. يعني احنا خدمنا برشا، معناتها اشتغلنا كتير على العرض هذايا، وعملنا إقامة فنية أخيرا في حمامات،
وكنا انسجمنا مع بعضنا واشتغلنا معتها أكثر من لازم على الأغاني هذوما، حابين نطوروا فيهم ونظهروا أكثر العازفين الكل، كل واحد في الآلة متاعه يبرز ويبرز العازفة متاعه. هذه الأمسية أحيتها الفنانة روضة عبد الله ومجموعتها، وكي لاحظتوا أنه كان اختيار صعب واختيار مميز هذه السنة، أتحنا الفرصة للشباب. هذه الفرقة، هذه الفنانة لها إبداعات، لها حضور في تونس، لها تجديد. أردنا أن تكون سهرة وأمسية تونسية ذات نكهة خاصة، عندها ريبرتوار متميز بنظرة جديدة، بمقاربة شبابية. حبينا تكون نافذة يتمتع بها الجمهور المصري الذي كان هذه الأمسية كثيف جدا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي كمان فقرة السوشيال ميديا. وأول حاجة معانا عايزين نقول السوبر ستار أحمد مكي كل سنة وهو طيب، عيد ميلاده كان من أيام، والنجم علي ربيع والنجم أسس احتفلوا بعيد ميلاده. السوبر ستار محمد عادل إمام بيعيش حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسله الأخير، هو مسلسل هوجن اللي شفناه طبعا حصريا على شبكة تلفزيون الحياة. هو كمان نزل له الفترة الجاية فيلم اللص بغداد، واللي نزل صورة ليه باللوك بتاع الفيلم. طبعا الفيلم اللي كلنا مستنيينه هو الجزء الثاني من الفيل الازرق، وعشان كده شركه سانرجي نزلوا كمان افيش جديد للفيلم، وهو افيش هند صبري وطالعه فيه بشكل مختلف تماما. كاميرتنا كانت موجوده في اخر حفله للفريق اللي كلنا بنحبه، هو فريق شارم موفرز. تعالوا مع بعض نشوف لقاءاتنا وكمان نشوف جزء من الحفله. 3 سنين من البوم بارانويا، نزلنا تقريبا 8 سنجلز في النص، و اول حفله للالبوم، وهنلعب الالبوم وهنلعب الاغاني الجديده برضه، يعني نلعب كل حاجه. الالبوم الاغاني القديمه الجديده والقديمه والقديمه والجديده ان شاء الله. هو في ما يعتبرش دوتو، في امير الشراعي هو موزع موسيقي، فهو موزع معانا 5 أو 6 تراكات انا وهو اللي اشتغلنا عليهم مع بعض، وهيلعب معانا النهارده في الحفله. وفي اسلام شيبسي معانا برضو في الالبوم، ان شاء الله هيبقى معانا في الحفله برضو. كليب انفصام كان بيتكلم عن المرض النفسي بطريقه مختلفه، فجزء من الموضوع ده هو السوشيال ميديا، اكيد ليها دور في الامراض النفسيه دلوقتي يعني في العالم. وكان استاذ فتحي عبد الوهاب ليه السيلفي الشهيره بتاعته دي، بيهزر بيها على السوشيال ميديا دايما، فده السبب، وان هو فتحي عبد الوهاب طبعا كان سبب تاني يعني. ولسه لقاءاتنا مع فريق شارم موفرز ما خلصتش، هنطلع لبريك اعلاني وهنرجع على طول وبرنامج عين. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين لقاءاتنا الحصريه جدا مع فريق شارم موفرز. هي الناس كلها بالنسبه لهم ثقافه الصوفيين او المدح او كده لازم تبقى من الدراويش والجو ده، فهو الموضوع ابسط من كده بكتير يعني. ممكن واحد عادي يعني مش لازم الجو اللي في الافلام ده يعني. فكنا عايزين نوري للناس ده، وده اوريدي بيحصل بره، في ان مزيكا حتى الجوسبل حتى عن المسيحيين في الكنائس بيلعبوا جونراز فانك وبيلعبوا حاجات بلوز، وفي ناس في المدح بره بيعملوا حاجات جاز فكنا عايزين ندخل الموضوع ده هنا للناس، ان يبقوا عارفين ان الفيوجن ده موجود يعني. بصراحه التراك ده ما كانش فيه صعوبه، لان هو كان طالع من القلب يعني. هو مو القصيده دي بيحبها هو كشخص، وقال لي عايزين نعملها اغنيه، قلت له يلا بينا، وقعدنا عليها قعدتين تقريبا كستراكشر كانت خلصت. وبعد كده فرقه الحضره جم كملوا معانا الموضوع، وبعض الموسيقيين بقى زي هاني البدري اللي كان على الناي، وهشام عصام على العود، وابي يزيد هو اللي بيغني الفيرس الثاني،
زيزو برضو من الناس اللي فرقوا معانا في الالبوم جامد. وبالمناسبه هو ابن اخو منير يعني، هو مع منير في الفرقه برضو، بس فعمل معانا التراك ده. فلا صعوبه، لا ما كانش فيه صعوبه، هي جديده بركه كده، بس هي جديده يعني، جديده علينا طبعا. مشاركه فرقه الحضره جت من دعوه جميله من الفرقه الجميله فرقه شرموفرز عن ان احنا نعمل حاجه كده ميكس ما بين الموسيقى اللي بيعملوها وحاجه في مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتوزيع كان جميل جدا، واحنا حاولنا ان احنا نحط روح البطانه بتاعه الحضارات، وفي نفس الوقت حاجه من اشكال بتاعه المدح الشعبي وكده يعني اللي في مصر يعني المديح وكده. فكانت في تيمة استخدمناها بتاعه الحاج احمد التوني الله يرحمه، مع كلمات جميله لسيدي عبد الغني النابلسي بالالحان بتاعتهم بتاعت فرقه شرموفرز. وكان معانا كمان مغني جميل احمد ابو يزيد من فرقه هويدرو، قايل برده معانا جزء في التراك ده، طلع معانا. فطلع يعني مزج جميل كده ما بين الموسيقى الصوفيه وموسيقى شرموفرز والموسيقى الخماسيه. ان شاء الله يعني الناس تنبسط بيه جدا من الحفله. وهو كان تجربه الحمد لله لما نزلت على السوشيال ميديا كان لها رد فعل جميل من الناس يعني. وزي ما بنكون موجودين مع كل النجوم الكبار في كل أعمالهم الفنية، كمان احنا بنشجع المواهب الشابة. عشان كده كنا موجودين في مهرجان مصر ضد بكرة للأفلام القصيرة عشان نشوف المواهب الموجودة هناك. قابلنا عدد كبير من الشباب الموهوبين جدا والعاملين أفلام قصيرة، وكمان بيهتموا جدا بالأفلام الأونلاين. عشان كده تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكتر عن المهرجان. احنا مهرجان غير هادف للربح بقالنا 5 سنين. في خلال ال5 سنين دول جالنا تقريبا 1000 فيلم. احنا عندنا مسابقه افلام قصيره ومسابقه افلام طلاب. فابتدينا في الاول بان احنا نبقى يعني عملنا منصه عرض لاصحاب الافلام القصيره في المصريين عشان يعرضوا افلامهم ويبقى في جمهور يشوف الافلام، لان ما بيجي لهمش فرص ان هم يعرضوا افلامهم القصيره، لان هم كمان الافلام دي بتبقى لسه اول او تاني او تالت تجربه. وده من المعايير برضو اللي عندنا، ان هو ما يبقاش عمل فيتشر فيلم او فيلم طويل، لازم تبقى الافلام اقل من 30 دقيقة. بعد كده كل سنة ابتدينا ان احنا نزود حاجة مختلفة في المهرجان. تاني سنة زودنا منحة انتاج. كل سنة تقريبا بننتج 5 افلام او بنساهم يعني في انتاج 5 افلام. انا شاركت من سنتين في نفس المهرجان بفيلم قصير وفزت بمنحة على فيلم قصير تاني، منحة انتاج. والنهارده انا بعرض فيلمي اللي انا فزت عليه منحة انتاج. القصه كانت عن شاب من الصم والبكم بيشتغل في مطعم للعاملين الصم والبكم، بيحاول يتواصل مع بنت تيجي كل يوم ومش عارف يعمل كده ازاي. والفيلم كان تجربه بحاول شلت منها الحوار تماما، وحبيت اشوف ازاي انا كمخرج ممكن اوصل حاجه بالصوره فقط، وازاي اقدر اوصل للجمهور حاله زي شخص بيحب او عايز يتكلم مع حد او عايز يتواصل بشكل عام ومش عارف يعمل ده ازاي. الفيلم بتاعي بيحكي عن سيره ذاتيه تخصني. انا مريضه كانسر، وكان عندي تحدي كده في وقت انه انا عايزه ادرس سينما وعندي مرض، فبدات احكي بنفسي او اعبر بالصوره من خلال التصوير يعني عني. بعدين بدات احكي كمان قصه انه انا وبابا او انا واهلي مش موافقين ان انا اكون في السينما، لان انا بنت في الصعيد. هي مؤسسه مجتمع مدني اسسناها سنه 2012 في احساس قوي جدا وقتها انه شباب مصر ممكن يعملوا فرق كبير. واحنا باعتبار ان احنا مجموعه من المصريين، جزء منا بيشتغل جوه مصر جوه جزء بره مصر، حبيت انا ومجموعه من اصدقائي ان احنا نجتمع ونحاول نعمل منصه كده للتواصل، ونحاول ندي خبراتنا للشباب في مصر في مجالات مختلفه كان معظمها ليها علاقه ب يعني تقدر تقول بالقدرات الشخصيه والمهارات المطلوبه في سوق العمل النهارده. وقعدنا على كده فتره، وبعد شويه جالنا فكره جديده انه جنب المهارات التنفيذيه في كمان القدرات الابداعيه اللي المصريين دايما مشهورين بيها، فايه اللي احنا ممكن نعمله ان احنا نقدر
يعني نقدم برضو منصة أخرى لشباب المخرجين وشباب صناع الأفلام إن هما كمان يعبروا عن نفسهم. ومن وقتها عملنا مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام. المهرجان بيتيح فرصة نادرة لأنه بيتبنى المواهب الوليدة، يعني ما عندهمش فرص في حتت كتير، لأنه حد أول مرة يعمل فيلمه، حد مش متخرج من معهد السينما لكن درس في ورش حرة، حد عنده فكرة مبتكرة بس الناس مش متأكدة أنه يقدر يعملها أو لا عشان سنه صغير. فالمنحة دي من الحاجات الكويسة فيها أنها مصدقة في بزوغ الموهبة، يعني بتساعد المواهب اللي لسه ما عندهاش فرص في حتت تانية. التجربة بتاعتي هي ده مشروع التخرج بتاع دبلومة سينما والتلفزيون من الجامعة الفرنسية، فهو تجربة ان احنا طلبة بنعمل مشروع تخرج، يعني تكلفته كاملة بندفعها من جيبنا، بنشتغل من دماغنا، لسه مخلصين تعليم جزء معين، فالتجربة بتبقى صعبة جدا، ان في تحديات كتير بتقف قدامك مش تحدي واحد، فان احنا طلعنا بالفيلم وطلعنا بفيلم مستوى كويس ومستوى ان هو يدخل مهرجانات ويعجب ناس، فده حد ذاته كانت فعلا نجاح جامد جدا. يعني كمان ايام الجامعه كنت بدخل مسابقات كتير، ومن ضمنها هنا في مصر دوت بكره اشتركت في مسابقه الطلبه اللي كانت في 2016 اظن، كانت اونلاين كومبيتيشن، واشتركت كمان في المسابقه بتاعه الجرانتس واخدت الجرانت انا وسعد دنيور ونور عبد الرحمن لفيلم باكسلا، ودخلنا مسابقات تانية كتير، ويعني لعبنا كتير قبل لما ابتدي ان انا اخد خطوة اعمل فيلمي لوحدي. وانا رايحة السينما فيلم بيجمع ثلاث قصص لثلاث بنات بطلات مختلفين مش عارفين بعض، كل واحدة في طريقها للسينما وبتواجه some sort of conflict. جيت النهاردة مهرجان عشان الفيلم بتاعي بيتعرض، وكانت تجربة بصراحة رائعة جدا. المهرجان متنظم حلو ولجنة التحكيم يعني أكتر من رائعة. قصة الفيلم بتتكلم عن شخص اسمه عدلي عنده مشكلة بسيطة في مرتبه، بس ده بيؤدي إن هو يبقى فيه مشكلة كبيرة مع مديره، بيتحط هو في موقف في آخر اليوم على حاجة شبه اللي هو اتحط فيها الصبح، بس هو بقى مكان مديره. فهي الدائرة بتتكلم إن أنت أحياناً بتبقى بسبب ظروف الشغل أو بسبب الظروف اللي إحنا بينا عايشين فيها الكابيتاليزم عموماً، بتخليك أحياناً تتغير أو تعمل حاجات أنت مش حابب إن أنت تعملها. فهي دي الدائرة اللي انت احيانا مش بكون واخد بالك انك بتعمل كده، بس هي دي الدائرة ان انت مش بمزاجك يعني. الفيلم هو سيلف دوكيومنتري، تسجيلي ذاتي، بيحكي عني انا واختي، احنا من اسيوط من الصعيد ومن عيلة صعيدية يعني، والفيلم بيحكي عن تجربتنا مع اهلنا ومناقشات بتدور حوالين ان احنا نشتغل في السينما وتكون دي الهواية بتاعتنا، وكمان ان اختي تكون بتروح معهد السينما. اولا انا خدت جايزه جمهور في مسابقه الافلام القصيره عن فيلم نفس الدرجه، الجايزه بسطاني جدا لانها جايزه الجمهور، لان انا وانا بعمل فيلم ببقى بعمل للجمهور، دي اهم حاجه بجد، ما ببقاش بفكر في جوائز، ما ببقاش بفكر في اي حاجه، كنت مبسوط اكتر وحسيت بجايزه الجمهور قبل ما استلم جايزه فعليا، ومن رد فعل الناس عن الفيلم وهم بيتفرجوا عن الفيلم، كل رياكشن، كل احساس بالمشاهد اللي انا عاملها، كنت حاسس فعلا ان انا باخد جايزه في الوقت ده، فكنت مبسوط جدا ان هي جايزه الجمهور. دي كانت حلقتنا النهارده، تقدروا تشوفونا على اليوتيوب وكمان على جروب الخاص ببرنامج على الفيسبوك، ومستنيين شيرين سليمان يوم الاربعاء والخميس الساعه 11 مساء على الحياه رقم 1 في مصر. تشاو.